وايد حلو. نعم، مضيفتنا اليوم فعلا امرأة استطاعت أن تنافس الرجل، بل أيضا نقول أنها تغلبت عليه في عملها الإنساني التطوعي الإغاثي. دورها كامرأة مو بالأمر السهل، واجهت كثير من العقبات والتحديات أثناء تواجدها في اليمن، وهذا دور جدا كبير وإحنا الصراحة نشيد عليها فيه. أكيد ونشجعها، وحصلت على منصب مدير مكتب اليمن الجمعية العون المباشر، وهي نموذج مشرف للمرأة الكويتية، هدفها رفع راية الكويت بلد الخير والعطاء والإنسانية. نشوف معاكم تقرير خاص لتكريم ضيفتنا معالي عسعوسي مدير مكتب اليمن لجمعية العون المباشر بعد رجوعها إلى أرض الوطن. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير، ونرحب بضيفتنا الأستاذة معالي سعود العسعوسي مدير مكتب اليمن جمعية العون المباشر. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة، نورتينا. الله يسلمكم، النور نوركم، وحييكم وحيي تلفزيون الكويت وبرنامجكم الرائع وكل أجهزة إعلام دولة الكويت. يعطيك ألف عافية. الشرف لنا أستاذة معالي أن تكوني ضيفة في شاي الضحى، راح تضيفي لنا الكثير أمانة. يعني كنت امرأة يعني حققتي شيء يمكن الكثار ما قدروا أنهم يسوونه، الحمد لله. عمل جدا إنساني، يعني ما فكرتي بالتأكيد مقابل من وراء، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك من الشر، الله يسلمك. خلينا نتكلم أستاذة بالبداية عن تجربتك في اليمن، يعني اللي يسمع هالحكي واكيد الناس وايد قروا عنك ما شاء الله عليك، والحين من النساء المميزات والمهمات في الوطن العربي والعالم. ما كنت الحمد لله، هذا من فضل رب. وجودك 10 سنوات في اليمن، يعني هذه بروحها غربه بحد ذاتها وبعيده عن ديرتك وبلدك الكويت. كلميني اول شيء عن هالجزئيه. في البدايه طبعا انا كنت متطوعه. نعم. بدات رحله التطوع في اليمن في 2007، ولما كنت رايحة أساسا ما كنت متطوعة، أنا رحت بغرض تجاري، ولكن سبحان الله وأنا أقلب أوراق التقارير التجارية قلت يعني سبحان الله على هذا الألم اللي رأيته في رحلتي التجارية، لماذا لا أقوم في عمل شيء يفيد الإنسان يعني. وفضل من رب العالمين خذيت قرار أني أروح أساعد، لكن أنا طبعا رحت للمجهول، يعني بساعد بس يعني المساعدات العادية، يعني مثل فريق تطوعي جمعين فلوس من الأهل والأصدقاء وغيرها. وبعدين لا تولعت، يعني حسيت أنه يعني كل ما أساعد كل ما العدد يكبر، كل ما الأثر تشوفينه بعينك أكثر. نعم. لأن اخترت في البداية اللي هو المشاريع التنموية، فهذه على طول تحسين أنك أنت تنمين مجتمع، إنسان، صح، أسرة، فكان المردود سريع، عجبني الموضوع وكبر الموضوع إلى أن صارت من فرد إلى فريق تطوعي إلى مؤسسة، ومن ثم يعني تطورت إلى أن انضميت إلى جمعية العون. فهذا يعني مختصر ال10 سنوات الماضية. ما شاء الله شيء حلو يعني، ونشجع عليه يعني، ودافع حلو اللي عندك اللي سويتيه. الحمد لله. لكن سؤالي الحين، هل كل سيدة أو كل امرأة تقدر تسوي اللي حضرتك سويتيه، ولا لازم يكون في مواصفات خاصة؟ هل في مواصفات خاصة يجب أن تتوفر بالسيدة عشان تقدر تقدم لي حضرتك قدمتيه؟ شوفي، بالنسبة حق إدارة منظمة دولية طبعا هذه ما تجي من فراغ، يعني دراسات وتدريب وتأهيل وتعلمين المفاوضات. أنا أشتغل في مناطق صراع، يعني ما قاعدة أشتغل في المناطق اللي هي والله مثلا تروحين تودين معونات، تودين ملابس، تودين أكل وترجعين بلدك، لا، أنا شغالة يعني وجها لوجه مع مناطق صعبة، قصف، الصراع في الميدان، كل هذه الأشياء، فما تجي من فراغ، يعني هذا تدريب. يعني صار لي أنا 5 سنوات، اليمن تمر في صراع خطير. نعم. والسنتين اللي طافوا خلاص يعني صراع جدا كبير، فأنت أساسا لازم تعلمين التفاوض، تعلمين شلون تعملين بالميدان، تعلمين شلون تكونين فرق العمل، تعلمين شلون تشاركين مع اللي موجودين في الميدان، بحيث أنك أنت توصلين المعونات، توصلين تنفذين المشاريع التنموية أو الإغاثية، بحيث أنه ما يكون في لا خطر لا على الفريق ولا على نفسك ولا على المعونات نفسها ولا على المساعدات، ولا مثلا إذا بتبنين مثلا مشاريع. إحنا بنينا يعني فترة الحرب، إحنا المنظمة الوحيدة الدولية اللي بنت مشاريع، مددت شبكات، سوت سدود، مشاريع مستدامة، يعني هذه المناطق تستفيد منها مدة 20-30 سنة يعني من هذه المشاريع، ونميناها. فكنا نشتغل في المشاريع بشقينها، الإغاثي والتنموي. طبعا مو سهل، لأن أنت تواجهين يعني أبسط شيء، يعني مثلا أنا تطيحين مريضة ممكن تقعدين 2-3 أسبوع ما في علاج، عندك المادة
واحنا تخيل المنظمه الدوليه عندش الماده، نعم. لكن ما تلقين علاج. يعني حتى في صوره انا عرضتها كنت امشي في المغذي مده اسبوعين بس يحطوا لي تغذيه الحاشني التسمم، بس ما في علاج، ما في فلوس بس ما في علاج. فيعني تجربين الالم اللي قاعد يجربونه الناس، وبنفس الوقت تعايشين. وما شاء الله في اليمن عندي فريق رائع، يعني احييهم واحيي الشعب اليمني كله اللي قاعد يساعدنا يعني من وراء الكواليس وما حد يعرف عنا. كمان احيي طبعا منظمه العون المباشر اللي وثقت انها تقرر انها امراه تدير مكتب ميدان في دولة فيها صراع. نعم صحيح، ومسؤولية كبيرة جدا. احنا قاعدين نشوف مع بعض صور، واكيد لك ذكريات مميزة لهذه الصور استاذة معاني. يعني انا اللي بقول لك اياه اليوم، يعني من الكلام اللي قاعد اسمعه منك، الانسان طبيعة شخصيته يحس دائما بالخوف قلق، يعني وايد امور خصوصا لما يمر بالازمات، وانت موجودة في مكان كان في ازمات وعنده خلينا نقول مشكلة كبيرة، يعني ما حسيتي بالخوف والقلق؟ واذا حسيتي شنو كنتي تسوين بالفتره اللي تمرين فيها في هذه المرحله؟ يعني شوف الله لا يعوده الغزو، امين يا يعني رب. انا تطوعت وانا صغيره عمري 14 سنه ودخلت مع الجيش الامريكي في تحرير الكويت. يعني من صغيره كان هالشيء يعني فيك. ايوه بالضبط، اقول لهم يعني هو التطوع ما جاء فجاه، يعني انا ورثته من اهلي، وحتى الحين اهلي لما يعني فتره من الزمن عارضوا اشركتهم معاي مثل ما انتم اشركتوني بالتطوع وانا صغيره. صح. تعالوا اشتركوا معاي حتى لو انهم يعني كانوا في البدايه مو موافقين بعدين وافقوا. الصعوبات كثيره ولا تتخيلون، يعني يوم يمر علينا ما نحس ان احنا اساسا يعني في خطر او حياتنا في خطر. اكيد. لكن لما تشوفين بسمه الانسان المكفوف يفتح، لما تشوفين واحده كانت لا تستطيع تكمله الجامعه وحلمها انها تكون دكتوره اليوم دكتوره تخدم ما شاء الله، لما تشوفين مهندسه واحده يعني تخلت عن كل شيء تودي ماي وتجيبه يعني 6-7 ساعات في اليوم، يضيع كل يومها كطفله، اليوم هي في المدرسه تدرس ما شاء الله تخرجت، او ولد، يعني كل هذه الاشياء تهون علينا الاثر اللي قاعد نزرعه. يعني صح احنا في الميدان لكن احنا مش بروحنا، الداعمين لهم دور، لان من غير دعمهم ما راح نقدر احنا نكمل. بالضبط. الفريق اللي في اليمن له دور، الفريق اللي في الكويت له دور، في الوطن العربي اليوم ما شاء الله عندنا متطوعين من جميع النواحي، لكن الميدان خطر، يعني الميدان خطر. لكن احنا نقدر يعني ايش اللي نسوي؟ نحاول ان احنا نسوي مينيمايز تقليل هذا الخطر عن طريق اللي هو التصاريح، عن طريق نعطي الاوتش احداثياتنا، نعطي الجهات الرسميه وين بنروح وين بنرجع، فيسهل علينا امور كثيره. لكن تقولين ما احس بالخوف؟ لا طبعا احس بالخوف. خطر خطر كبير، لان تتعرضين للمساءله، الاحتجاز، التحقيقات، كل هذه الاشياء تعرضت لها في الفتره اللي طافت، لكن فضل رب العالمين. انا حسيت بالخوف من الكلام هذا والله، حسيت. بس انا اقول لك انت مع التعود، شوفي اول مره تكون هي القاضية، تالي اللي بعده تكون مستعدة يعني خلاص تعودين. صراحة شيء يخوف وبالبداية ويبي له جرأة وقوة، وممكن انت تحسينه شيء عادي بس غيرك يشوفه شيء كبير مثل ما حسينا انا وزميلتي اسماء. أكيد. فتجارب نفس هذه، تجارب الخوف، تجارب شعور بالسعادة لما تشوفين انك غيرتي حياة انسان او شخص وبسمته، اكيد هذه التجارب كلها اثرت بشخصيتك بشكل معين. اكيد. ذكري لنا شلون تغيرت شخصيتك قبل وعقب من هذه التجارب. شوفي انا قبل نقلتي الى اليمن كنت حالي حال كل الناس، يعني انا كنت زميلتكم موظفه في وزاره الاعلام قبل لا استقيل. نعم. فتعلمت بعد من الوزاره صراحه الكثير ومن زملائي، يعني شيء كبير. كنت عادي، يعني حياتي عادية، أروح الدوام أشتغل، عندي شركتي الخاصة، همي كان الفلوس، صح اتطوع، صح اتبرع، صح اخدم المجتمع، لكن لم تكن هذه رسالتي. بعد ما اخذت قرار الهجره لليمن في 2007، وبعد ما قابلت الدكتور عبد الرحمن صميط الله يرحمه، وشفت نموذج يعني رائع وناجح في الهجره، مع انه هو رجل يعني ما شاء الله، لكن زوجته كانت داعمه له، وانا كنت حزتها يعني مو متزوجه. فقلت يعني اخذ من تجارب السابقين واجرب، فلما جربت شفت ان السعاده الحقيقيه هو في العطاء.
سبحان انت الله. لو صحيح. تعطين تدفعين فلوس حتى لو حق واحد مثلا شالك الاغراض ولا ساعدك، انت تحسين ان في سعاده، لكن مو هو اللي بحاجه، انت اللي بحاجه. صح. لان انت بحاجه تغذيه هذه السعاده، العطاء لنفسك، العطاء لمجتمعك، العطاء لبلدك، العطاء للاوطان اللي اساسا مو قادره تعطي، فهذا العطاء هو اللي يولد السعاده. وما يوصلك الى مرحله السعاده العاديه، في شيء اسمه الالتيميت هابينس اللي هو قمه السعاده. فهذه لن تتغذى الا اذا كملت في هذا المجال. وانا كبرت هذه السعاده عندي وحسيت ان فعلا هذه رسالتي، الى متى اصرف واروح واعيش حياتي الطبيعيه، عروس وزواره وهذا وماركات. تقدرين تسوين هذا الشيء لكن مو بالفوضى اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي. شفت ان كل شيء له قيمه، الدينار اللي ادفعه اروح مطعم او اشتري جنطه او اشتري اي شيء، طيب قمت اشوف ان هذا يفرق في حياه انسان، فلماذا التبذير؟ فبدات الفكره ان تهذيب النفس ومن ثم اشراك الاخرين. بالاخير وصلنا الى ان يكون في نموذج. الحين البنات والشباب انا اشوف رده فعل الناس في الوطن العربي بشكل عام، حتى عند الاجانب اشوف رده فعلهم يعني اكثر مما انا احس. ساعات احس ان يمكن انا مسويت شيء كبير بس انا مو حاسه فيه. صراحه انا من متابعينك واعرفك من قبل هذا، يعني كنت اتابعك وافتخر فيك يعني، فاكيد الغالبيه متابعين. الله يسلمك على راسي. فالفكره اليوم ان احنا مو ضروري وجود هذه النماذج في المجتمع اللي تعطي، ضروري ان الانسان فقط مو بس ان انا اخذ والبس واحط واكون. صح. بس كموديل او كيعني شيء، بالعكس في شيء ثاني اجمل. اليوم شنو حققتي؟ اليوم لما تقعدين تراجعين حساباتك شنو حققنا احنا؟ شنو حققنا لولداتنا، لوطننا، لاسرتنا، لفريجنا، للعالم كله؟ لما نبي اكتب قصه حياتي شنو اكتب؟ ابداها بشنو؟ اول سطر مثلا. اي والله شنو العنوان اللي بحطه؟ وفعلا استاذ يعني اللي يقرا عنك او اللي شاف صورك يمكن تاثر فيك، لكن انت شخصيه يعني ما تنوصفين امانه، اللي يقعد معك يحس في مشاعر تصير عنده، لانك ما شاء الله عليك سويتي شيء وايد كبير. الحمد لله. مو بس داخل الكويت، ايضا رحتي خارج الكويت. يقولون دائما المراه طبيعتها حساسه، يعني انا الحين وانت تتكلمين اتخيل كذي يمكن باي لحظه تخنق العبره، تجيني الدمعه كذي بعيوني، لكنك انت واجهتي اشخاص يمكن في حاله كانوا يعني فقدوا كل شيء، ما صار فيك هالمشاعر هذه، وشلون قدرتي تتملكينها؟ يعني هذا حتى رساله للمراه لما تصير فيها هالمشاعر، احيانا في حريم ما يقدرون يتمالكون نفسهم. شوفي في البدايه انا كنت حالي حال اي فريق تطوعي واي انسان يتطوع، لما يشوف وضع الماساه، لما تلقين والله مثلا بنت فقدت كل شيء، امراه فقدت كل شيء، مره ماتوا عيالها من الجوع، او رجل فقد يعني فقد نظره ويبكي بكي يعني غير طبيعي، طبعا يعني في البدايه كنت ابكي وبس مو قدامهم طبعا، يعني أكيد. كنت يعني في بعض المواقف اللي ساعات يعني حتى في الفيديوهات ابكي، بس يعني امس هذا يعني وانا ماسكه نفسي بال على البكي، هذا التمهيد اي يعني أكثر. بس يعني ارجع البيت وابكي واصيح وساعات ابكي في الميدان، لكن مع التعود تعلمت شلون امسك اعصابي واعطيهم امل. اليوم احنا دورنا ان احنا نزرع لهم امل، ان ترى انت مو بروحك، يا امرأة أنت مو بروحك، يا طفل أنت مو بروحك، يا رجل أنت مو بروحك، إحنا كلنا معاك. فهم حتى يحسون يعني، حتى لما الحين أنزل الميدان أقول لهم ساعات لما أنزل أستانس، أحس كأني سفيرة الكويت في العمل الإنساني. وين ما أروح ما يقولون والله هذه معالي، يقولون هذه الكويتية. وحتى لما تزوجت نفس الشيء، زوجي أول ما دخل في العمل يعني أنا شرطت عليه حتى قبل الزواج أنه يتطوع. ما شاء الله عليك. فقلت إذا عجب الوضع ترى يعني هذا وضعنا، هذا حياتنا. فسبحان الله لما وافق كان في البداية يبكي يعني ويتأثر ويشوف حالات، يعني طبعا رجل ينهار قدامك لما يكون عمي وفتحت عينه، ولا امرأة أول مرة تشوف بنتها عمرها 9 سنين ولا 10 سنين، أكيد طبعا مشاعر يعني صعبة. أكيد تلقينا يعني في مناطق دخلناها عسكم الله، أمهات كانوا يوكلون عيالهم علف حيوانات من الجوع. فيعني أكيد شيء طبيعي تحسين داخلك شيء صعب، يعني أنا ويا زوجي والفريق كلنا يعني جينا صدمات في الميدان ما نتوقعها، لكن تعلمنا، أهلنا نفسنا، دربنا نفسنا إن احنا نمسك ونعطيهم أمل، دائما الابتسامة ما تفارقنا، حتى لو ما عصبوا علينا، حتى لو صرخوا، حتى لو تألموا، دائما نواجهها في بسمة.
ما شاء الله يعطيكم العافيه، والله اشياء يعني تعور القلب، تجارب حلوه بس اكيد اسمها تعور شوي القلب، واكيد تستحقين المنصب اللي اخذتيه كونك حاليا مدير مكتب اليمن وجمعيه العون المباشر. منصب نفس هذا اكيد يعني راح يعطيك دافع حق المسؤوليه اكثر. اكيد. شنو رؤيتك لقدام، او شنو الاحساس اللي تحسينه والمسؤوليه اللي تحسين انك تحملتيها الحين بالمنصب هذا؟ شوف، أنا صار لي طبعا 10 سنوات في اليمن وعندي خبرة كبيرة في موضوع ملف اليمن بالذات ونقل التجارب طبعا للوطن العربي بشكل عام. المنصب ما هو سهل، لأن أنت تشتغلين مثل ما تفضلت أنا في الأول في بلاد صراع، فالوضع مو سهل. رؤيتي أن بنكمل في موضوع التنمية، تنمية الإنسان، تنمية المنطقة، نشر السلام، نشر الحب، لأن إحنا رسالتنا اليوم هي حب. إحنا يعني اليوم ننشر الحب، ما ننشر دمار ولا لا ننشر حرب، ننشر رسالة الكويت للسلام. فرؤيتي اليوم إنه مو فقط في اليمن، إنما في كل البقاع اللي تشتغل فيها جمعية العون المباشر اليوم هي قاعد ترفع اسم دولة الكويت عالي. وأيضا لا ننسى أن المتبرعين والمتطوعين ليس فقط من دولة الكويت، إحنا نلقى من الخليج ونلقى من الوطن العربي. فاليوم البصمة مشتركة، بصمة وطن عربي، بصمة شرق أوسط. فرؤيتي اليوم أن نكمل في موضوع التنمية، نكمل في إغاثة هذه الشعوب لأنها هي فعلا محتاجة. ليس فقط اليمن، عندك الصومال، عندك كوارث كثيرة. راح استمر في هذا العمل إن شاء الله يا ربي مع العون المباشر، وبكمل رسالتي. هذه رسالتي الله يوفقك، العمل الانساني بالاخير هو منهج حياتي. انا في دعوه من قلبي صدق بقول لك يا رب يوفقك ان شاء الله يحفظك وفعلا يعني يطرح فيك البركه مثل ما انت ساعدتي وايد ناس، وان شاء الله يا رب يعني الكل يدعي لك بالخير دوم، لانك انت انسانه صراحه متفائله تجيبين البهجه حق الناس اللي تقعدي معاهم. صراحه يعطيك العافيه استاذه معالي، استمتعنا معاك، وانت نقول لك ان انت نموذج مشرف للبنت الكويتيه، واحنا اساسا متابعينك من زمان ونتشرف انك انت قاعد ترفعين اسم الكويت عالي. يعطيك العافيه، استمتعنا وايد معك اليوم. الله يحفظكم يا رب. شكرا لك، يعطيك العافيه. إذا مشاهدينا راح ننتقل إلى تجربة مختلفة قمنا فيها أنا وزميلاتي. أنا أتوقع تذكرين هذه التجربة، تجربة جدا مميزة مع سيدات كويتيات أيضا مميزات في مجال المكياج، يعني فعلا أبدعوا في هذا المجال. راح نستمتع في هذه التجربة معهم من خلال هذا التقرير، نرجع لكم مشاهدينا.